الكلمة. الكلمة. أهلا بيكم. مهم أن احنا نفهم، زي ما دايما أقول لكم، ما تقراش وخلاص، ما تقريش وخلاص، افهم. وده اللي احنا بنحاول نعمله، أن احنا بنعمل نظرة عامة على الكتاب علشان خاطر تساعدنا في الدراسة التفسيرية. احنا مش بنفسر، لكن تساعدنا في الدراسة التفسيرية. هتستمتع أكتر وهتستمتعي أكتر وانت بتحضر الكنيسة، وانت بتحضر القداس، وانت بتمارس أي طقس في الكنيسة، لأنه خارج من الكتاب وانت بتشوفه وبتستمتع بيه، لأن انت فاهمه، لأن انت عارف ليه بنقرأ كده في الوقت دوه، وإيه الفكرة العامة، وإيه الحكاية العامة، وإيه الخطة العامة اللي ماشي بيها الكتاب المقدس. أفكركم بسرعة باللي حصل قبل كده: آدم، السقوط، بعد كده نوح والطوفان. دي الحتة اللي احنا وقفنا عنها المرة اللي فاتت. قلنا ان العهد القديم متقسم لسبع عصور. العصر الاولاني اسمه عصر الاباء، وعصر الاباء خدنا فيه التكوين، وقلنا عصر الاباء لانه سن الناس فيه كان سنها كبير، عشان كده سموه عصر الاباء. السقوط، قلنا ان ادم سقط لانه الله حب ان هو وقرر لما يخلقه انسان حر مميز عن كل المخلوقات، فحط له شجرة معرفة الخير والشر في الجنة عشان خاطر يقدر يخليه عنده إرادة حرة ان هو يختار. اختار آدم ان هو يكسر الوصية: يوم تأكل منها موتا تموت. مات آدم، مش مات جسديا، لكنه مات، انفصل عن الله، وكان فاكر ان هو في الأول هيقدر يعيش بالشكل ده، لكنه لقى معاناة غير عادية لما خرج بره الجنة. لقى ان الشر لما دخل للعالم والشر لما دخل الخليقة كان قادر يستمتع في الجنة مع ربنا، لكن دلوقتي مش قادر يستمتع. دلوقتي بيعاني، دلوقتي بيحزن، دلوقتي بيتوجع، دلوقتي بيشوف حد بيفترس حد، دلوقتي بيشوف أخ بيقتل أخوه. وهنشوف إزاي في شجرة العيلة لما قايين قتل هابيل، أخ بيقتل أخوه، قادر يشوف الشر، شاف المعاناة، وحواء بتولد أولاده، شاف كل طرق المعاناة اللي ربنا كان بيقوله عليها انه يوم تأكل منها موتا تموت. انفصل عن ربنا، رجع لربنا وقال له: طيب ما ترجعني ليك مرة تانية. لكن الله من عدله انه لازم ينفذ القانون، لكن رحمته هنشوفها ازاي الله في رحمته رجع مرة تانية العلاقة بينه وبين الانسان. الشر بدأ يزيد في العالم، وشفنا في تكوين 6 انه رأى الله حزن لانه عمل الانسان، لانه شاف انه ابناء الله رأوا ان بنات الناس انهم حسنوات، فبدأ الشر يختلطوا ببعض، وبدأ الشر يزيد. ادى الانسان فرصة 120 سنة نوح يتكلم مع الناس عشان يقول لهم في طريقة انقاذ من الطوفان، تعالوا ادخلوا جوه الفلك، هي طريقة الانقاذ اللي ربنا ادها لنا. لكن 120 سنة نوح بينادي للناس، والناس بعد 120 سنة، ان الوقت كان طويل اللي ربنا اداهم، فترة طويلة عشان خاطر اكبر عدد ممكن يدخل جوه الفلك، الناس للأسف ما سمعتش، ومات كل كائن حي موجود على الارض. دخل نوح وولاده التلاتة، سام وحام ويافس ومراتاتهم التلاتة، ودخلوا جوه الفلك، وسبع ازواج من الحيوانات الطاهرة وزوج من الحيوانات النجسة. حيوانات الطهرة اللي تقدم ذبيحة، حيوانات الطهرة النجسة اللي ما ينفعش تقدم ذبيحة. قعدوا جوه الفلك قد ايه؟ 367 يوم. خرجوا بعد كده وبدأت تخرج شعوب الأرض كلها، بدأت تخرج كل شعوب الأرض. منين؟ من سام وحام ويافس. فكده احنا عندنا شخصيات رئيسية، خلي بالكم: آدم، نوح، آدم الخلق والسقوط، نوح، الطوفان. بصوا بقى معايا دلوقتي، وصف الكتاب المقدس الطوفان وصفا دقيقا للغاية، حدد فيه مدته وروى دقائق أموره. فقد بدأ في سنة 1656 من تاريخ العالم، حوالي عام 17 من الشهر الثاني من سنة 600 من عمر نوح، يعني تقريبا سنة 2349 قبل الميلاد حسب التقويم العبري، وكان يقع في منتصف أو أواخر شهر نوفمبر حسب شهور السنة الميلادية. ظلت الأمطار على الأرض 40 يوم، وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوم، ولم يجف الأرض إلا بعد 371 من بدء الطوفان، يوم أمر الله نوحا أن يخرج من الفلك. كان ذلك سنة 601 من عمر نوح، في 27 من الشهر الثاني، باعتبار السنة 360 يوم بالأشهر القمرية. بصوا بقى الشاهد ده، تكوين 11 من عدد 2 لعدد
أربعة بيقول إيه؟ وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمرة مكان الطين، وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كانوا بنو آدم يبنونهما، وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتدأهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينون أن يعملوه، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك عن وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها هناك بلبل لسان كل الأرض. بابل أو جاية تسمية برج بابل من بلبلة الألسنة، يعني الله بلبل الألسنة. الناس كلها إيه اللي حصل؟ الناس كلها كانت بتتكلم لسان واحد ولغة واحدة، سام وحام ويافس، كل واحد منهم عمل عيلة، وبدأت العيلة دي تكتر ويكتر الناس على الأرض، فالناس كلها كانت بتتكلم لسان واحد. لكن جه وقت الناس بدأت تفكر ايه ده، حصل طوفان قبل كده والناس اتهلكت، ما تيجي نبني برج. جات لهم فكرة شريرة، ما تيجي نبني برج، البرج ده يحمينا لو ربنا قرر مرة تانية ان هو يعمل طوفان ويمجدنا لما نطلع كده فوق البرج عالي قوي فنتمجد زي ربنا. فالهدف من البرج ان هم كانوا يحموا نفسهم لو جه طوفان تاني، ولكن الهدف الاساسي اللي كان جواهم ان هم يمجدوا انفسهم، يحسوا بمجد نفسهم، يحسوا ان هم انه حتى لو الله غضب مره تانيه وجاب مطر على الارض احنا هنقدر ننتصر على الامطار دي والطوفان. لكن الله شاف ان الشر برده عمال يزيد في الارض، فقرر ان هو يبلبل ألسنتهم. يعني ايه بلبل ألسنتهم؟ كل واحد يتكلم لسان مختلف عن التاني، ما يتكلموش ألسنة زي بعض. دي صور تقريبية لبرج الكبرياء اللي هو برج بابل، ده نشوفه في تكوين 11. والناس دي جاية منين؟ من سام وحام ويافس، خارجة كلها كل شعوب الأرض منين؟ من سام وحام ويافس. برج الكبرياء أو برج بابل كان بالشكل ده، وكانوا بيستخدموا الطينة اللي هي بتتحرق، اللي هو لغاية دلوقتي في ناس ممكن تستخدمها، الطينة تتحرق لغاية ما يقدروا يبنوا بيها، وبيحطوا عليها نوع من القار أو اللي هو الزفت عشان تتماسك مع بعض ويبنوا برج بالشكل ده. لكنه الله بلبل ألسنتهم، خلاهم ما يتكلموش زي بعض عشان ما يقدروش يفهموا بعض. خلونا بقى في الجزء ده نلم كل أحداث سفر التكوين في شجرة عائلة الآباء. إحنا دلوقتي قلنا إن سفر التكوين متقسم من إصحاح 1 لإصحاح 11، التاريخ المبكر للجنس البشري، وتحتيه إيه؟ الخلق، السقوط، الطوفان، بداية الأمم. وشفنا الأربع أحداث دول ببساطة، التاريخ المبكر للجنس البشري تحتيه أربع أحداث، الخلق، وشفنا كان الشخصية المحورية أو الأساسية في الخلق كان آدم، الطوفان كان نوح، الخلق، السقوط كان آدم برضو، الطوفان كان نوح، بداية الأمم اللي هو برج بابل. يبقى الخلق، السقوط، الطوفان، بداية الأمم. شفنا التاريخ المبكر للجنس البشري. تعالوا نشوف الجزء الثاني من سفر التكوين، يسوع من إصحاح 12 لإصحاح 50 عن طريق الشخصيات الرئيسية. فتعالوا بصوا على شجرة عيلة الآباء اللي هي بدأت بآدم، خلف قايين وهابيل وشيس. قايين قتل هابيل أخوه، قايين قتل هابيل أخوه، مبقاش فيه عندنا خط اسمه هابيل خلاص. ليه قايين قتل هابيل؟ قايين قتل هابيل لأنه آدم الله هو اللي خلقه، كان يعرف ربنا وكان بيحاول يوصل يعرف ولاده الله، فكان بيعلمهم يقدموا ذبيحة لربنا. قايين كان بيقدم ذبيحة وشيس كان بيقدم ذبيحة، لكنه الله قبل ذبيحة هابيل ولم يقبل ذبيحة قايين. ليه؟ لأنه قايين كان بيقدم ذبيحة يعني أي حاجة عنده كان بيقدمها، لكن هابيل كان الكتاب بيقول إنه كان بيقدم من 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 أبكار ما عنده، يعني بكر كل أحسن حاجة عنده كان بيقدمها. فغيرة قايين من أخوه إنه الله يقبل ذبيحة أخوه وهو ما يقبلهاش فقتله.
شايفين الشر بيدخل جوه العالم عمال يزيد جوه العالم ازاي؟ الشر زاد جوه العالم، الله ادى الناس فرصه 120 سنه اهلكهم عن طريق الطوفان، لكن حط طريقه انقاذ هي كانت الفلك. بعد كده لانه الله وعد انه مش هيكون في طوفان مره ثانيه، حط العلامه بتاعته، لكن الشر بيزيد في الارض، الشر عمال يزيد. قايين لما قتل هابيل بقى عندنا خط شرير في الارض وخط تقي. خط شرير وخط تقي، خط بيعبد ربنا وخط بعيد عن ربنا. الخط اللي بعيد عن ربنا هم دول بنات الناس. فاكرين في تكوين 6 لما بيقول انه رأى الله انه ابناء الله رأوا انه بنات الناس انهم حسناوات، فبدأ الشر يكتر في الارض. فين بنات الناس؟ اولاد قايين، العيلة بتاعت قايين دي العيلة الشريرة. وفين ابناء الله؟ اللي هم شيس. فاحنا عندنا دلوقتي في العيلة في الارض في خطين، قايين وشيس. قايين خط شرير وشيس خط نقي قريب من ربنا، اللي هو جه منه نوح. خط بار جه منه نوح. فعندنا في خطين ماشيين في الارض، شيس جه منه نوح، ونوح خلف ثلاثة زي ما قلنا، سام وحام ويافس اللي هم دخلوا معاه جوه الفلك. سام الشخصية المحورية برضو عندنا كانت سام، مش حام ومش يافس، لانه حصلت قصة احنا عارفينها انه بعد الخروج من الفلك انه نوح شرب من عصير العنب المختمر كتير، فزي ما يقول ان هو من كتر ما شرب فسكر. فكتاب بيقول ان هو انه لما سكر كان قاعد من غير هدوم خالص، فدخل عليه ابنه حام شاف عورة ابيه، الكتاب بيقول كده، فشاف عورة ابيه فاتريق على ابوه. لكن لما سام دخل في الموقف دوة، دخل عليه شاف الموقف دوة، فاخد رداء بظهره حطه كده على ظهره ورجع من لورا ولبسه لابوه قبل ما يلف ويشوفه. فقال له ابوه بعد ما فاق، اللي هو نوح بعد ما فاق، بارك سام، لكنه لانه حام اتريق على ابوه اللي هو نوح فلعن حام، عشان كده بارك سام. وشفنا هنشوف دلوقتي انه النسل اللي خارج من نسل سام، احنا قلنا هنشوف الشخصيات المحورية او الاساسية. فاحنا دلوقتي عندنا ادم، شيس، نوح، سام، خلاص يعني سام وحام ويافس كل واحد منهم خلف وولد شعوب الارض تخرج منهم. لكن انتوا الدراسة التفسيرية اللي انتوا هتقعدوا تشوفوا شعوب الارض مين خرج من سام ومن حام ومن يافس، لكن انا ببساطة قلت لكم انه الشخصية المحورية اللي هتبقى ماشية معانا او الاساسية هي سام. فسام خلف بعد كده شخص اسمه تارح، بصوا على شجرة العيلة، تارح. تارح خلف ثلاثة، ابراهيم، ابرام الاول اسمه كان ابرام بعدها اتغير لابراهيم، وناحور وهاران. ابراهيم اتجوز ثلاثة، سارة وهاجر وقطورة. سارة خلفت اسحاق، هاجر خلفت اسماعيل، قطورة خلفت مديان. نحور اتجوز واحدة اسمها ملكة، خلفت بتوئيل، رفقة ولبان. بتوئيل خلفوا رفقة ولبان. لوط خلف بقى عمون، وبعد كده هنلاقي الشعوب الموجودة اسمها بني عمون ومؤاب، او وبعد كده شفنا الشعوب اسمهم مؤابيين. اسحاق اتجوز رفقة، خلفوا يعقوب، يعقوب اتجوز أربعة، ليئة وزلفة ورحيل وبلها. تعالوا بقى بسرعة أقول لكم على كل شخصية ملحوظة. سام خلف تارح وخلفه إبرام. إبرام كان شخص تقي، حب ربنا، لأنه جاي من الناس للبار اللي هو مين؟ شيس، نوح، سام، إبرام. تاني، شيس، نوح، سام، إبرام، دي الشخصيات الأساسية. فإبرام كان شخص تقي بيحب ربنا، لكن كان عنده مشكلة إن هو ما كانش بيخلف، فكان متضايق لكنه كان بيحب ربنا وبيتكلم مع ربنا دايما وبيقول له كده يا رب انا متضايق ان انا شخص عاقر مش بخلف، ولما اموت اسمي مش هيفضل موجود في الارض. فربنا وعده وقال له بص يا ابرام الاول، لانه اسمه كان ابرام بعدين اتغير اسمه لابراهيم ابو الاباء، قال له انا هديك نسل قد رمل البحر وقد نجوم السماء، انا هديك نسل يا ابرام، ما تزعلش ما تتضايقش، سيب ارضك وعشيرتك الارض اللي انت عايش فيها وروح على الارض اللي انا هقولك عليها. وهنشوف رحلة ابراهيم على الخريطة كمان شوية. فالله قال لابراهيم سيب ارضك وعشيرتك وروح على الارض اللي انا هقولك عليها اللي هي ارض كنعان،
وفعلا سمع إبراهيم كلام ربنا وراح على أرض كنعان، الأرض اللي الله وعده بيها هيقعد فيها، استقر فيها، ونسله هيكون قد رمل البحر ونجوم السماء. لكن اتأخر الوعد ده، اتأخر وعد ربنا لإبراهيم. سارة كان سنها كبر، وإبراهيم الله وعد إبراهيم إن هو يكون عنده نسل وهي سنها كبر، ففكرت في فكرة إن هي تدي إبراهيم هاجر الجارية بتاعتها عشان يخلف منها شخص ولد اسمه إسماعيل عشان يحقق وعد ربنا. لكن الله قال لإبراهيم إنه الوعد بتاعي مش هيتحقق عن طريق إسماعيل، لكن هيتحقق عن طريق إسحاق ابن سارة. ده حصل امتى؟ بعد 15 سنة من كلام إبراهيم مع ربنا. يمكن أوقات وعود ربنا بتتأخر، لكنها عمر الله ما يقول كلمة ويرجع فيها. وعدت إن أنا أديك نسل فهديك نسل. لكن السؤال دلوقتي، فين نجوم، فين نجوم السماء، وفين رمل البحر، فين بدأ يتكون الشعب ده؟ تعالوا نرجع لشجرة العيلة ونشوف الشعب ده بدأ يتكون فين، أو الجمهور ده بدأ يتكون فين. يبقى احنا دلوقتي عندنا الشخصية الأساسية تاني، آدم، شيس. بصوا معايا على شجرة العيلة، آدم، شيس، نوح، سام، إبراهيم. أنا دلوقتي ماشي مع النسل البار، خلاص ماليش دعوة الشعوب اللي موجودة في الأرض دلوقتي إيه، خلاص إحنا ماشيين مع الشخصيات المحورية أو المفصلية في الكتاب. إبراهيم، سارة، إبراهيم اتجوز سارة وخلف إسحاق، إسحاق اتجوز رفقة وخلفه يعقوب وعيسو. هنقف وقفة هنا عند يعقوب وعيسو. إسحاق اتجوز رفقة وخلف ولدين، يعقوب وعيسو. الكبير كان عيسو، الصغير كان يعقوب. وفي العهد القديم كان الشخص الولد الكبير هو من حقه ان ابوه يباركه، ياخد البركة، لكنه وطبعا لانه كبير هو عنده البكورية. يعقوب طلب من عيسو، عيسو كان شخص مستهتر مستبيح، يعني كان ما بيهموش حاجة، مش فارق مع حاجة. يعقوب طلب من عيسو، قال له ايه رأيك اعمل لك اكلة كويسة كده حلوة وتديني البكورية بتاعتك، بقى انا الكبير مش انت الكبير. قال له يا عم ماشي موافق، مش مشكلة، خد خليك انت الكبير، انا مش فارق معايا يعني ايه المشكلة. فباع له البكورية بتاعته. وجي لما يتبارك ابوه قال له، اسحاق قال لعيسو روح اعمل لي اكلة كده. يعقوب كان صياد، فقال له روح اصطاد لي حاجة غنم كويس واعمل لي اكله كويسه وتعالى عشان اباركك، اديك البركه لان انا سني خلاص كبرت وخلاص يعني مش هعيش كتير، تعالى عشان اباركك. رفقه سمعت انه اسحاق هيدي البركه لعيسو، فراحت نادت يعقوب بسرعه وعملت له هي الاكله ولبست يعقوب، لانه عيسو كان مشعر، فلبست يعقوب جلد ماعز عشان اسحاق وقتها ما كانش بيشوف كويس، عشان لما يدخل عند ابوه لما يحسه يحس ان هو مشعر زي اخوه. ولبسته لبس من لبس عيسو عشان خاطر لما يشم ريحته يشم ريحة الشغل بتاعه. ودخل يعقوب عند ابوه عند اسحاق وخد البركة منه وخرج. لما جه عيسو يدخل عند ابوه قال له خلاص انا باركت اخوك وخد منك البركة وهتكون مستعبد طول الوقت لاخوك. خاف بعد كده يعقوب من اخوه، ورفقه بسرعه خليته يسافر على خاله لبان ويعيش هناك بعيد عن اخوه عشان خاطر ما يقتلهوش. تعالوا نرجع تاني لشجره العيله ونشوف ايه اللي حصل. تاني هقول لكم الشخصيات المحوريه، ادم، شيس، نوح، سام ولاد نوح من ولاد نوح، ابرام او ابراهيم اللي ربنا وعده هيكون اب الجمهور عظيم وشعب قد رمل البحر ونجوم السماء. احنا دلوقتي سؤالنا فين الشعب ده اتحقق ازاي؟ اسحاق هل هيتحقق من اسماعيل؟ ربنا قال له لا مش هيتحقق من اسماعيل ولا من اي ولد، لكن هيتحقق من ساره، هيتحقق من اسحاق. واسحاق معنى اسمه ابن الضحك، ليه ابن الضحك؟ لان ساره ضحكت لما سمعت انه هي هتخلف، لان سنها كان كبير وخلاص ما ينفعش تخلف، لكن ضحكت، لكنه سميته اسحاق يعني ابن الضحك لان هي ضحكت عشان خاطر سمعت كده. اسحاق اتجوز رفقه وخلفه يعقوب وعيسو، عيسو كان الكبير وسرق يعقوب منه البركه والبكوريه وهرب على خاله لبان. طلب من خاله لبان ان هو يتجوز رحيل بنته، فقال له اشتغل 7 سنين
وهديك رحيل، لكنه اشتغل 7 سنين وضحك عليه خاله واداله ليئه. فقال له انت ليه خدعتني؟ قال له مفيش مشكله، اشتغل 7 سنين تاني واديك رحيل. وفعلا اشتغل عنده 14 سنه 7 سنين لليئه وسبع سنين رحيل، اخد بناته الاثنين واتجوز كمان زلفة اللي هي جريت ليئة، واتجوز بلها اللي هي جريت رحيل، وخلف كم واحد؟ خلف 12 وبنت. يعقوب خلف 12 وبنت. يبقى عندنا إبراهيم، عندنا شخص اسمه إبراهيم كان شخص بار بحب ربنا، ربنا اداله وعد ان هو يكون أب الجمهور عظيم. الشخص ده اتحقق الوعد ازاي؟ مات إبراهيم قبل ما يشوف ان هو اب جمهور عظيم، وما خلصش بس غير من سارة اسحاق ومن هاجر اسماعيل ومن قطورة واتجوزها بعد كده، خلف منها ولد اسمه مديان، لكنه بالايمان لانه كان مصدق في ربنا انه هيكون اب الجمهور عظيم. احنا بقى دلوقتي فين الشعب ده؟ فين الشعب اللي احنا ماشيين معاه ده اللي هو وعد الله لابراهيم؟ يعقوب اتجوز 4 وخلف 12، من هنا بدا يتكون الشعب ده، من هنا بدأ يتكون وعد ربنا لإبراهيم، من هنا بدأ يخرج الشعب العظيم ده. ليه؟ الله وعد إبراهيم إن هو يكون أب الجمهور عظيم، ووعده وقال له كمان إن أنت هتسيب أرضك وعشرتك وتروح أرض كنعان، هو ده الأرض اللي أنا عايز يعيش فيها الشعب العظيم ده ونسلك في أرض كنعان. حصلت مرتين انه حصل مجاعة في ارض كنعان وابراهيم يهاجر من الارض دية، لكن ربنا رجعه مرة تانية لارض كنعان. انا وعدي للارض دية ونسلك هيقعد في الارض دية. وعد الله بيتحقق وكلامه بيتحقق عن طريق اسحاق ويعقوب وجواز يعقوب من 4 وخلفته 12، فبدأت تتكون عيلة اللي هي عيلة يعقوب ب 12 ولد، تقريبا عليهم حوالي نقول 58 شخص. لما بنقول تقريبا مش بنقدر نقول بالتدقيق، ما نقدرش نقول بالظبط 58 ولا 57 ولا، لكنه في الحدود دي. في عيلة دلوقتي اسمها عيلة يعقوب، 12 ولد وبنت، كل واحد متجوز ومخلف وعايشين فين؟ في أرض كنعان. العيلة دي والولاد دول كان عندهم أصغر ولد من إخواتهم اسمه يوسف. تعالوا نرجع تاني لشجرة العيلة، بصوا يوسف كان جاي منين؟ من رحيل. فبصوا على شجرة العيلة، يعقوب اتجوز ليئة وزلفة ورحيل وبلها، ليئة رأوبيم شمعون لاوي يهوذا يساكر زبولون دينا، زلفة اللي هي جارية ليئة جاد وأشير، رحيل يوسف وبنيامين، بلها نفتالي ودان. أصغر كان ولد اللي هو يوسف كان من رحيل، كان اخواته بيكرهوه. أصغر ولد من رحيل كان اخواته بيكرهوه اللي هو يوسف، فقرروا ان هم يقتلوه، وبعد ما فكروا ان هم يقتلوه قرروا ان هم يبيعوه لمصر. لما يبيعوه لمصر عدت قافله من المديانيين، بصوا كده على قطوره خلفت ولد اسمه مديان، هم دول المديانيين. عدت قافله من المديانيين او الاسماعيليين باعوه لمصر، وراح يوسف قعد في مصر. فدلوقتي عيله يعقوب اللي هم تقريبا حوالي 58 55 عايشين في ارض كنعان، باعوا اخوهم الصغير لارض مصر، موجود في ارض مصر. هنشوف بقى ازاي هتهاجر العيله دي لارض مصر لما يحصل مجاعه مره تانية، ولما تروح مصر وتستقر في مصر ايه اللي حصل، فين وعد ربنا لابراهيم اتحقق ازاي، فين الشعب العظيم والجمهور العظيم، فين هو النسل البار اللي ماشيين معاه اللي الله عايز منه يرجع مرة تانية الإنسان للعلاقة اللي معاه، يرجع مرة تانية الإنسان، يفدي الإنسان عشان يرجع مرة تانية الإنسان في علاقة حقيقية يستمتع بيها مع ربنا. هنشوف ده المرة الجاية، أشوفكم الحلقة الجاية.
الكلمة.